Dewan Hakim yang kami hormati, Qori yang memiliki nomor peserta Teki 154 akan membacakan surah Al-Anfal dimulai dari ayat 45 dan seterusnya. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا
Wadi'an nasi wa yasudduna sabi Wallahu bima ya'maluna muhit. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ وَاللَّهُ شَدِيدُ
Wadakallah.